يا صباح الفل والسعاده عليك يا سعاده الباشا، الف بركه عقبال ما تفرح باولاد ولادها يا رب. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا خربوش. اقعد واقف ليه؟ اقعد، ما تحرمش منك من حنيه قلبك سعاده الباشا. امال العروسه فين؟ سافرت ولا ايه؟ اه سافرت. وهتيجي امتى باذن الله؟ انت مالك هتيجي امتى؟ خلينا في الموضوع بتاعنا اهم. موضوع ايه؟ خير يا باشا؟ ايه؟ حيت تنسى؟ امال القرشين اللي لهفتهم مني عملت بيهم ايه؟ قصدك نوسة؟ ايوه نوسة. عملت معاه ايه؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ هي فين دلوقتي؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ لكون راحت مع عمر. ابدا يا باشا، والله ما حصل. امال ايه اللي حصل؟ يا بني ادم، انت مش كنت رايح تستناها وهي خارجه من السجن؟ بالظبط سعادتك، وكنت مستنيها ومعايا المزمار والتنوره والطبل البلدي، حتى بالاماره سي عمر كان هناك. وبعدين بقى يا ابني اتكلم وما ترغيش. يا باشا البت دي خرجت من باب السجن، شافتني وشافت الباس مهندس، راحت منفضلنا احنا الاثنين، وراحت ازحف عربيه سودة. بس عربيه ايه بالصلاه على النبي؟ ما شفت لها ازاي؟ هي ركبت من هنا والسواق طار. طير يا طيار. عربية مين دي؟ معرفش، بس اللي يعرف اكيد الباشمهندس. يا ريت سعادتك تسأل. عشان اعرف اوصلها، عشان اعرف اجيبها من شعرها. انت طلعت خيبة او انطقي؟ لهبت مني قرشين وما عملتش حاجة. كلامي ده يا باشا. طب وشرف اختي جماليه؟ لا اوصلها يعني اوصلها يا باشا؟ ده انا خربوش. خربوش اللي ما بيهموش بقى. خربوش خد منك فلوس؟ يعني 2000 جنيه تحت الحساب. 2000 جنيه؟ يبقى ضحك عليك وعلي. ده واخد مني 1000 جنيه جنيه انتح جنيه، لما اشوفه لطرشه وامله الدم. بس على فكره بقى، اللي بسطني في الموضوع انه قال ان البت دي ما ركبتش العربيه مع عمر. مش ده المهم، المهم ان البت اللي ما تسمى اللي اسمها نوسه نعرف هي فين، ما تبقاش زي الحيه المخفيه عشان نعرف نتقسم. ما تعرف، تعرف تلاقيها فين؟ هتلاقيها مع الوليه اللي كانت معاها في السجن. قصدك الحاجة وهيبة؟ أيوة هي دي، كانوا مع بعض إيه؟ سمنة على عسل. وهيبة سابت السجن من مدة وسابتها مرمية فيه، لو كانت عايزاها كانت خرجتها معاها. وهي تقدر تاخدها معاها؟ تاخدها وتاخد أبوها كمان. طب بقول لك إيه؟ تاهت ولقيناها، عارف مين اللي هيدلنا على البت دي؟ البت والواد الملزقين دول من موبوز ناشف اللي اسمها عسلية، هي ومشمش صحابها كده. مين عسلية ومشمش دول؟ بيشتغلوا عندك في المصنع. انا عندي حد في المصنع اسمه عسلية ومشمش. الله، جراية حسين. طبعا، مش ابنك مشغلهم عندكم في المصنع؟ وقبل ما يشتغلوا عندكم في المصنع كانوا شغالين عندي في الفرقة، فرقة حسن كفتة. دول يعرفوا مكانها فين؟ يعرفوا مكانها؟ ده اصحابها كده، ده الروح بالروح يا حبيبي. اهلا يا عبد الاول بيه. اهلا بيك يا حاجة. ايه الاخبار؟ الاخبار عندك انت؟ الحقيقه قبل فرح بنت حسين الشواربي جاني عزيز ابو العز واتكلمنا، وقلت له قول للهانم تكن شويه وتسيبنا نخطط ونعمل اللي هي عايزاه. ما افتكرش ان ده هيحصل. يعني انت عاجبك اللي بيحصل؟ بصراحه يا حاجه، انا رجل اعمال وشغلي ومصالحي كلها تحت رحمتهم، يعني همشي اللي يقولوا لي عليه. اللي يقولوا لك عليه ولا اللي تقول لك هي عليه؟ بقول لك يا حاجه، ابعدين عن السياسه. لو طلبوا مني اي حاجه هعملها، لو طلبوا فلوس هدفع، ويا دار ما دخلك شر. بقى هي دي سياستك؟ على العموم كويس انك صريح. ملك، على فين يا ملك؟ عندي ميعاد مع الكوافير. اهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا. هو احنا ما تشرفناش قبل كده؟ في فرح بنت حسين الشواربي. ما تتأخريش يا ملك. أرفوار يا فندم. ألف سلامة. إيه؟ مش هنكمل كلامنا؟ بقول لك يا حاجة، سيبك بقى من السياسة وقولي لي مين ملك دي ولقيتيها فين؟ ملك بنت واحدة صاحبتي، عاشوا في فرنسا 5 سنين، ولما مامتها توفت جبتها هنا عشان تعيش معايا واستثمر فلوسها. لازم تستثمر لها فلوسها. خشوا خشوا خشوا. اتفضلوا، انتوا بتتعزموا على بعض. اتفضلوا خشوا يا وش المصايب. خير يا عصفورة فندم؟ احنا عملنا ايه بس؟ صدر مننا حاجة لا سمح الله. ايوه،
حسين بيه عاوزكم بأقصى سرعة. حسين بيه حسين بيه؟ أيوة حسين بيه حسين بيه. مش عارف كان متنرفز ليه وهو بيطلبكم مني. انتوا باقيين على أكل عيشكم في المكان ده؟ ايه اللي باقيين؟ ده احنا ما صدقنا اتشعبطنا. اتشعبطنا؟ انت فاكره أوتوبيس ولا ايه؟ لازم انت وهي تقابلوه وأي حاجة يطلبها منكم تقولوا له حاضر، حتى لو مش عارفين تقولوا له حاضر. طب فهمنا بس ايه الحكاية يعني؟ أفهمكوا؟ ما أنا لو فاهم كنت قلتلكوا. أنا كل اللي أفهمه إن أنا عاوز أحافظ على أكل عيشكم هنا بدل ما ترجعوا تاني تتلطموا في الشوارع. أنت عسلية وهي مشمش ها؟ لا حضرتك أنا مشمش وهي عسلية. والنبي حضرتك اللي عسلية. أه والله. أنتوا بتشتغلوا هنا في المصنع؟ أيوه حضرتك. بتشتغلوا إيه؟ أنا بساعد على مكنة نسيج. وأنا حضرتك بكوي وبرص في المخازن. أه باين عليكم متجوزين. يا ريت يا ريت يا باشا، ده احنا مخطوبين بقالنا 5 سنين لما حمضنا. غريبة، طب ما اتجوزتوش ليه؟ ما يعني حضرتك عارف بقى الحياة غالية وكده والجواز ده لازم له حاجات كتير، سكن وفرش، وبعدين احنا كنا بنشتغل في فرقة كده في الموالد، يا دوبك اللي كان جاي على قد اللي رايح. فهمت. هو انتوا مش كنتوا بتشتغلوا مع البنت دي اسمها ايه دي؟ البنت المجرمة دي الحرامية اللي اتسجنت. لا يا فندم معلش سعادتك، يعني نوسة مش حرامية. نوسة الحمد لله لما دخلت السجن خرجت منه واتنصفت. يعني ايه اتنصفت؟ يعني الحمد لله دلوقتي عايشة كويس. يعني انتوا عارفين هي عايشة فين؟ لا والله سعادتك ما نعرفش هي فين، يا ريت اعرف والله. عرفت ازاي انها عايشة كويس وانها اتنصفت؟ يعني هي بعتت واحد من عندها مرسال يعني طمنا عليها وقال ان هو ان هي كويسه يعني وكده، الحمد لله ربنا سهلها بقى. انما لا مؤاخذه في الكلمه يعني يا باشا، حضرتك مهتم بموضوع نوسة، هو في حاجه ولا ايه؟ مهتم يعني ايه؟ لا مهتم ولا حاجه. حكايه ما فيها ان الباشمهندس عمر ابني، ما انتوا عارفينه، وصاني عليها لانها غلبانه ومظلومه كان عايزها تيجي هنا تشتغل معاكم. يا سلام على طيبة قلب حضرتك. يا ريت يا ريت يا باشا، ده احنا نتمنى ان هي تيجي تشتغل معانا. يا ريت. طب شوفوا بقى، لو انتوا شطرتم كده وعرفتوا هي ساكنه فين وجيتوا قلتولي انا هبسطكم قوي، هجيب لكم شقه وهفرشها لكم علشان تتجوزوا فيها. يلا جدعان. ربنا يخليك يا سعاده الباشا. انا الجدعان ده احنا نجيبها لك من تحت تقطيع الارض. احنا بس لو نعرف يا ركبه العربيه وهي خارجه من السجن. يعني الجدعان ونجيبها من تحت تقطيع الارض. الموضوع ده عليه كلام كتير قوي. خلاص قلنا اللي يدور هيلاقي. المهم بقى تجيبوا لي الكلام المظبوط. ها وانا عندي وعدي. راح فين اخينا؟ يا جدع داخل قابل نوسة. نوسة مين يا جدع انت؟ مش دي عربية ست قريبة ده بيتها؟ ايوه بيتها، بس مفيش حد اسمه نوسة. خلاص ادخل اسألها ودت نوسة فين؟ في ميعاد سابق. يا جدع ما تكلمش فيا كده، وانا داخل اكشف ميعاد ايه؟ انا خربوش وبخش مواعيد. يا جدع ولا يهمنا خربوش ولا بتاع، ولو انت مين ومفيش ميعاد سابق مش هتخش. طب التكة بس انت عصابي. ادخل ولا خربوش بره وانا احليلك بقك. خربوش ما ينساش الرجالة اللي تخدمه. امشي يا جدع انت من هنا عشان مش عارف ايه اللي هيحصل لك. يا جدع بقول لك خربوش هيحصل لي ايه يعني؟ بقول لك خربوش عايز اقابل الست وهيبه. تعالى يا بكر الراجل ده عايز يخش الهانم بالعافيه. يلا من هنا يا اخينا. يا عم مش بالعافيه وانا جاي اشحن، انا جاي اسال على النوسه. ادخل بس وقول لها خربوش بره وانت شوف ايه اللي هيحصل. امشي من هنا بلا نوسه بلا بتاع. يا جدع هدخل يعني هدخل. ايه يا نوسه؟ بس يا نوسه نوسه ست وهيبه.